بدر جميع الأهوال والآفات يا الله صل صلاة بها تقضي لنا أبدا جميع حاجاتنا يا الله يا الله صل صلاة بها ربي تطهرنا من جملة السيئات ربي يا الله صل صلاة بها ربي ترفعنا أعلى من الدرجات ربي الله صل صلاة بها ربي تبلغنا أجلنا أقصى من الغايات يا الله كنك يا الله يا ربي في الخيرات جملتها عند الممات وبعد الفوت يا الله بلغ إلى الشافي وعالي أمانتنا صلاتنا معها التسليم يا الله صلاة تنجينا بها أبداً